عام 2023 هو الأعلى حرارة على الإطلاق حتى الآن، فهل نحمل المصانع والسيارات المسؤولية أم هناك أشياء أخرى؟ غليان 2023، لماذا يتطرف المناخ ولماذا الجو حار جداً؟ عندما تشعر بحرارة شديدة على اليابسة، أنت تميل للتفكير في درجة حرارة الهواء، تنظر للشمس وتتساءل هل هي تقترب من الأرض؟ ربما عليك النظر إلى ما يحدث في المحيطات، فمعظم الحرارة المخزنة بالقرب من سطح الأرض ليست في الغلاف الجوي، إنها في المحيطات. كوكب الأرض يتعرض لضربة مزدوجة، الضربة الأولى مرتبطة بغازات الاحتباس الحراري الناجمة عن فعل الإنسان، أما الضربة الثانية فناجمة عن عدة ظواهر مناخية كبيرة أبرزها إلنينيو. إلنينيو دورة مناخية تتعلق بتذبذب المناخ في المحيط الهادئ الاستوائي ما بين سواحل قارة أمريكا وسواحل جنوب شرق آسيا، تتصف بانتقال كتل هائلة من المياه الحارة قرب سواحل أمريكا الجنوبية وتنتشر عبر المحيط. لدى إلنينيو زميلة اسمها أنينيا تشاركها المكان وتختلف معها في طريقة العمل. إلنينيو وأنينيا تتبادلان الحدوث كل 3 إلى 7 سنوات، وعادة ما تكون بينهما سنوات محايدة. ولدى إلنينيو ابن عم اسمه ناو، وهو ظاهرة مناخية تتعلق بتذبذب المناخ في منطقة شمال المحيط الأطلسي، ولها تأثير على أحوال المناخ في دول أوروبا وشمال أفريقيا. كل هذه الظواهر تؤثر في طقسنا بدرجات مختلفة. تيارات المحيطات والتغير في درجة حرارتها وطريقة توزيع المياه الدافئة فيها ستصنع الفارق بين سنة وأخرى. مع تعرض كل من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ لموجات حارة كبيرة في آن معا، لا يكون من المستغرب أن تكون درجات حرارة سطح البحر العالمية هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 1850. عندما يكون سطح المحيطات أكثر دفئاً من المعتاد، هذا يعني أن درجات حرارة الهواء سترتفع أيضاً. عندما تحدث ظاهرة إلنينيو في المحيط، يعرف العلماء أن الجو على اليابسة سيكون الأسوأ. إلنينيو هي أقوى تقلب في نظام المناخ في أي مكان على وجه الأرض، تحدث كل 2 إلى 7 سنوات، وتتبادل المواقع مع ظاهرة النينيا. كيف تحدث؟ تظهر مياه دافئة على سطح المحيط قبالة سواحل أمريكا الجنوبية وتنتشر عبر المحيط، وبفعل الرياح تدفع كميات كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي، وبالتالي تصبح درجات الحرارة مرتفعة. عام 2023 مثل عام 2016 يصنف ضمن السنوات الدافئة القياسية، وبالتالي يصبح الأكثر سخونة على الإطلاق. لكن هذا لا يعني أن ظاهرة إلنينيو حدثت في 2023، إنها مرصودة منذ عام 2022، أي إن العلماء يعرفون منذ عام كامل أن عام 2023 سيكون ساخناً جداً. كيف يقيسونها ويتنبؤون بها؟ عبر قياس درجة حرارة المحيط. إذا كانت نصف درجة وأكثر لمدة شهر، فهذا يعني أن ظاهرة إلنينيو بدأت. في شهر مايو 2023 سجلت القيمة الأسبوعية درجة حرارة 0.8 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير مما ينتج عن ظاهرة إلنينيو العادية. لذلك نحن أمام ظاهرة نينيو ساخنة جداً. لكن ما علاقة المنطقة العربية بحدث مناخي في المحيط الاستوائي؟ آثار إلنينيو يطال النظام المناخي العالمي بأكمله. يتراجع هطول الأمطار في الهند، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة هطول الأمطار في منطقة القرن الإفريقي التي يضربها الجفاف الذي تسببت فيه 3 ظواهر نينيا متتالية في أجزاء من إثيوبيا وكينيا والصومال. لكن هذا ليس السبب الوحيد. هذه المرة تحدث إلنينيو والناو في نفس التوقيت، لذلك تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة غير مسبوقة أبداً. بعض الباحثين يحذرون من الأسوأ. هناك احتمال واحد من أصل 4 أن يتجاوز الحدث درجتين مئويتين، ما يعني دخول منطقة إلنينيو سوبر. التغير المناخي غير المسبوق لا يعني الحرارة الشديدة التي تشعر بها الآن فقط، إن آثاره كارثية. إنه يعني جفافاً في أستراليا وأفريقيا وأجزاء من آسيا،
يؤدي إلى حرائق ضخمة في الغابات حول العالم، ويعني الكثير من الرطوبة في أمريكا الجنوبية خلال الشتاء، ويعني الفيضانات في دول مثل الصين. هناك تكلفة بشرية واقتصادية كبيرة لهذا الحدث. كلفت ظاهرة النينيو القوية ما بين عامي 1997 و1998 خسائر بأكثر من 5 تريليونات دولار، مع حوالي 23 ألف حالة وفاة نتيجة العواصف والفيضانات. تحوم درجات الحرارة العالمية حالياً حول 1.1 درجة. ظاهرة النينيو تضيف 0.2 درجة مئوية إضافية، ما يعني الاقتراب من كسر حاجز الحرارة الرمزي المقدر ب 1.5 درجة مئوية كما تحدده اتفاقية باريس للمناخ. فهل الطبيعة هي المسؤولة والإنسان بريء؟ لا، يمتص المحيط أكثر من 90% من الحرارة التي تحبسها غازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والأنشطة البشرية الأخرى. الحرارة زائدة تميل عادة للذهاب نحو أعماق المحيط، لكنها بسبب النينيو تعود إلينا كما جاءت من عندنا. تنطلق الحرارة من سطح المحيط وتنتشر في الغلاف الجوي، وترتفع درجات الحرارة في بيتك ومدينتك. إذن الحرارة التي يشتكي منها الإنسان هو سبب أساسي في حدوثها. هل عام 2023 هو الأسوأ؟ لا، هناك فرصة كبيرة بأن يكون لدينا رقم قياسي جديد في عام 2024.